شكرا يا بلدينا. دي الهبل اللي ملك جبل. قلت لك الظابط ده بعيدي عنه، قلت لك هيودينا في 60 داهيه، لكن ازاي الهانم مشدوده وراه كده وبالمغمطيس لغايه ما كفاها على وشها وهيجرنا كلنا وراها. بس هو قال انه بيحبني وانه هيقف جنبي، وقال لي كمان انا لو سلمت نفسي مش هيسيبني، بس انا اللي خفت وجريت. يا بنت يا بنت، حب ايه اللي بتتكلمي عنه ده؟ ده ظابط. عارفه يعني ايه ظابط؟ يعني ساعه الجد هو اول واحد هيحط في ايدك الكلابوش. بص فيه مالك، اسكتي شويه، مالك بترعبيها كده ليه؟ احنا دولك عايزين نشوف مطرح عشان نتويها فيه. الفاس وقعت في الراس خلاص. ايوه صح، نشوف لها مطرح جديد. واقول لك على حاجه، نشوف لنا احنا بقى ميكروباص يلمنا كلنا كده برابطه المعلم ويطلع بينا على السجن. اه ما هم بعد ما هنشوف لها مطرح هيجوا احنا يقولوا لنا ايه؟ يقولوا لنا كنتوا متسطرين على واحده مجرم. خلاص انا اسفه، انا عارفه ان انا عملت لكم مشاكل وجع دماغ، بس اعمل ايه؟ ايوه اجي اللي بناخده. انا اسفه انا عملت لكم مشاكل، انا اروح اسلم نفسي. واحنا طبعا كروديات نمايلين. لا ازاي، يلا نشوف لها مطرح جديد ونلبس احنا. بطلي بقى بطلي بقى، المقلب الترابيزه على دماغي، ما تولعي فيها بالمره احسن. طب ثلاثه بالله العظيم، ما انا جاي من هنا الا ما اطمن لك على مكان امين تنامي فيه. لا خلاص انا مش عايزه اتعبكم معايا اكتر من كده، انا هكلم بابي ودينا وهما هيلاقوا لي حل. طب خلاص خلاص ما تزعليش، مش لازم يعني بابي ودينا. واحنا رحنا فين؟ احنا هنشوف لك حل ان شاء الله. انت مش فاهمه انا استريحت لك ازاي يا نجوان. انا كمان استريحت لك. على فكره انا عمري ما بعيط قدام حد غريب في حياتي ابدا، والنهارده عيطت قدامك كتير. ده انا مستغربه نفسي. بس ما تقوليش غريب. غريب ازاي؟ ده انا دمي بيجري جوه الست الوالده، يعني بيربطنا دم. كلامك صح، احنا كده كاننا قرايب. بقول لكم ايه، الدكتور كتب للحاجة على خروج، انزلوا بقى ادفعوا الفلوس في الحسابات. كتر خيرك يا هاجر. فيك الخير يا أبلة. على ايه بس؟ بس انا مش عاجبني رمية الست الوالدة كده، احنا لازم نشوف لها حد يتبرع لها بكليته، بدل ما احنا كل يوم بنشوفها بتموت. بعد الشر والنبي يا ابراهيم ما تقولش بتموت. بس هو يعني اللي هيتبرع لها بالكلية بتاعته ده محتاج له مبلغ كبير، وانا مش عارفة هجيبه لها منين. لقيتها. لقيتيه؟ البت هاجر الممرضة، الواد سوكا بيحبها. وهاجر دي عايزينها منها مجروكرون ولا ايه؟ احنا عايزين التاول هانم. يا خال البت دي انا اعتبر مديناها، لان انا اللي نزلتها الشغل لما كان اخوها حابسها. ما فيهاش حاجه يعني اما التاوي جول يومين عبال ما نشوف لنا صرف. يعني انت تعرفيها كويس واثقه فيها يعني؟ وانا اعرفها مش قوي يعني، بس اعرفها. وبعدين ادام الواد سوكا بيحبها يبقى كده البت دي جدع. طب افرضي مثلا اللي اسمها هاجر دي رفضت، ولا سوكا كمان رفض، يبقى ايه الكلام وقتيها؟ يا خال يا خال، ده سوكا، سوكا صاحب صاحبه وعمره ما يسيب حد في ضيقه ابدا. بقول لك ايه، سيب لنا موضوع سوكا ده، انا هتصل بيه دلوقتي واقول له يقابلنا في الطريق. وبعدين هو الوحيد اللي هتلاقيه عارف البت دي زمانها في المستشفى ولا في بيتها. قال سوكا يسيب حد في زنقه، قال كله الا سوكا يا خال. ماشي، بتقول نازله على السلم خلاص اهي. مع احترامي للست الهانم دي بقى كوريا، انا مش عايز هاجر تخش في الحوارات دي. خلاص يا سوكا خلاص، لو انت ولو انا هضايقكم انا خلاص مش عايزه. هو ايه اللي خلاص ومش خلاص؟ ما تبطلي السهوكه اللي انت فيها دي، قلت لك 100 مره خلاص خلصنا. انا خلاص اتفقت مع البت ورستها على كل حاجه، وهي قالت لي انها تقول لاخوها انك بنت زميلتها ومغتربه ومش لاقيه مكان تقعدي فيه، وبعدين هم كلهم يومين مش حوار يعني. وبعدين ده انا بديناه. انت هتفضحيها يا كوريا ولا ايه؟ خلاص يا بنت الناس، وانت يا سوكا طالما عملت خير هتلاقي خير ان شاء الله. نجوان ابراهيم. القهوه يا دكتور نادر. ايه ده، انت اللي جايبه القهوه بنفسك يا رجاء؟ هو انا عندي اغلى ولا اعز منك؟ لا بس الكلام ده ليه معنى كبير قوي بقى. ايه هو بقى؟ معناه يا ستي ان رجوة حبيبتي اختي الجميله سامحتني ومش زعلانه مني. يا حبيبي، هو انا عندي اعز ولا اغلى منك؟ انت اخويا وحبيبي وكل حاجه ليا في الدنيا. يا نادر انت مش متخيل انا فرحانه قد ايه، انت رجعت ليا ولشغلك ولبيتك وللحياه كلها. انا بس يا حبيبي اللي خايفه تكون زعلان مني. يا ريت يا حبيبي كانت ايدي اتقطعت ولا اتمدت عليك. رجاء بعد الشر على ايدك. وعلى فكره بقى الألم اللي أنا أخدته ده كان مهم جدا بالنسبة لي، بس إياكي تستحليها. لا. مساء الخير.
سارة. انت لو ما نطقتيش يا ولية انت انا هحبس المنطقة باللي فيها وهقفلها لكم برضو لغاية ما اوصلها. يا سعادة الباشا والله ما اعرف حاجة، وبعدين انت ماسك في قفايا انا بالتحديد ليه؟ ما المنطقة كلها قدامك، ايه ولا عشان ست غلبانة ومنكسرة يعني؟ يا سعادة الباشا الأخت جمالات أخت فاضلة ولما نرى منها سوء، ايه حكايتها مع الشرطة؟ مالكش أنت دعوة يا عم الشيخ، بنت كوريا فين؟ مين نجت إيه؟ أهي بنت كوريا. واد يا شوكة اخس عليك يا ولا بقى تاخد كوريا يا واد وتسيب امك. حقك عليا يا ام، حقك عليا، مره جاي اخدك معايا انت وقال الحاره وعلاء باشا كمان. ايه يا ام سوكا استقطر علينا نقعد مع النجم يوم واحد ولا ايه؟ ما كل يوم قاعد معاك وبيغني لي كل ليله. يا ام سوكا تعالي تعالي. انا باشا بنت هايدي فين؟ هايدي هايدي ده يا باشا ده نقل بند ولا ايه؟ تستهبلي يا بنت، جمالات فين؟ جمالات ونبي ما اعرف يا باشا، بكلمها من الساعة 8 كده وهي ما بتردش، ده انا حتى فكرتها خرجت معاك. ما هي ما كانتش بتكلم مع حد الا سيادتك. لو ما كانتش معاك يعني تبقى فوق. مفيش حد فوق غير الست المجنونة اللي عمالة تصوت دي. سدس سبتيها لوحديها؟ قلت لك ما تسيبهاش لوحديها، ممكن تحط ايديها في الغسالة وتتكهرب. يا وانا اعمل ايه برضه يا خال؟ ما انا برضك لازم اخرج افك عن نفسي شوية، وانا يعني ايه؟ كنت وليت ابرأة؟ بت انت انا هوديكي في 60 داهية، انت كنت متسطرة على واحدة هربانة. ظهر اسود هربانة ونبي ما اعرف يا باشا، انا كل اللي اعرفه انها بنت محترمة وبنت ناس، هي يكشف بس يعني متخانقة مع جوزها شوية عشان كده احنا مكمرينها عندنا لحد ما يستلحوا، ولو كنت يعني قايلة في الحارة انها قريبتي ده عشان محدش يضايقها يعني وكده. انت عارف يبقى تيجي معايا الحبسة بقى لغاية ما تفتكري هي فين وتجيبها لي من تحت الأرض. طب صلي على النبي يا باشا، صلي على النبي بس كده اسمع هقولك. بص بقى يا باشا، لو انت شايف انها متسطرة عليها يبقى احنا الاتنين بقى كنا متسطرين مع بعض. ليه بقى؟ اظن الحاره كلها شاهده، ده انت كنت خارج داخل من عنديها ولا موظف في بينكم سر؟ هي كانت بتتكلم مع حد اللي معاك. لا ده انت تيجي معايا الحبس من دلوقتي. صل على النبي يا باشا، صل على النبي، كوريا ما تقصدش يعني بتفضفض بكلمتين امال في ايه؟ ما انت بقى يا اللي مستهبل لي فيها وعامل لي فيها عبيط. كوريا لو ما جيتش من نفسك كده وقلت لي هي فين انا هحبسكم كلكم وبخليها بقى تنفعك. انا مالي يا باشا، انا السواق وخلاص. اتلم بك اتلم على طريقك. لا اله الا الله. ولا يعني ولا يسوق ولا هي البت جمالات نصابه وحراميه وسوابق. انت هتوديني ازاي؟ انا اعرف. ارفع ايدك فوق يام، امشي قدام، ارفع ايدك امشي. ولا امشي ساره انت مجنونه صح؟ شكلك بقى بني ادم. وانا كان شكلي ايه قبل كده؟ ما كنتش حاجه خالص. بس على فكره لياقتك النفسية عالية، تعرف تتحول 180 درجة في مفيش. تقدري تقولي كده أنا كنت واخد أجازة من نفسي ورجعت؟ بس احنا ما اتفقناش على كده. اتفقنا على ايه؟ اتفقنا ان احنا هنبعد بس هنسيب لبعض حاجات كويسة، وانت ما سبتليش أي حاجة. ولا انت؟ انت اللي اختفيت. انت عايزة ايه دلوقتي؟ عاوزاني يا نادر. طب ما انت مع نفسك. انا مش هنا يا نادر خالص، انا كمان محتاجه اخلص الاجازه بتاعتي وارجع بني ادمه طبيعيه، محتاجه ارجع لنفسي. بس انا مشواري اطول منك بكتير. ساره انت عايزه تتعالجي بجد؟ بس خايفه، خايفه اعمل ده انا لوحدي. انت مش لوحدك، انا جنبك وهفضل جنبك وهاخدك من ايدك ووصلك لحد نفسك وهتشوفي نفسك اجمل بكتير من دلوقتي. مش هتسيبني وتمشي زي المره اللي فاتت؟ انا ما سبتكيش، انا استنيتك وانت جيتي. وساره اننا مش هنتجوز، تبقى زوج ما بيحصلش كتير على فكره. روحي جهزي شنطتك واتصلي باهلك وشوفي هتقولي لهم انت هتقعدي فين، وانا هعدي عليك في البيت بكره الصبح. انت عارف هتوحشني قوي الايام اللي كنت شبهي فيها. وانت عارفه هتوحشيني جدا.